بعد نتائج عيطت لي لا فونداسيون ماروكان ليتيديون المؤسسه المغربيه للطالب. ديجا انا كندافع عليهم, هي واحد المؤسسه كتعاون التلاميذ اللي كيجيو للوالا وكذلك اللي عندهم الوضع المادي اللي ما كيسمحش لهم انهم يتبعوا دراسه العليا ديالهم. استقبلني ايضا السيد العامل بمدينه خريبكا حتى هو. دونك انا كنت فاش واحد النهار دخلت ندخل فيسبوك والناس كيعيطوا ليا يقولوا لي راه راكم كوا واحد السيده سميتها زهره عز غادي ما عرفتش بالضبط الكونتاكت ديالي ولا العنوان ديالي, هي في كندا دابا. الطريقه اللي دارت هي انها بوبليت واحد لارتيكل كتقول فيه اللي كيعرف هذه السيده هذه اللي هي انايا ام مقصاب اللي كيعرفني انايا يعطيها الكونتاكت ديالي باش تهضر معايا وتشرح لي المنحه. هي سيده زهره عز, هي دكتوره كاتبه ومستشارة بجمعية بنات بنات من أجل الحياة. هاد الاسوسياسيون غير أسسها واحد بروفيسور فلسطيني بالضبط التسمية ديالو ما عقلش عليه مزيان. دونك بروفيسور فلسطيني هو بنات وبثلاثة يعني قضوا في الحرب يعني ماتوا في حرب غزة. دونك غادي يديرهم على غادي يديروا هاد الاسوسياسيون على قبلهم. هاد الاسوسياسيون موجهة بالدرجة الأولى للعنصر الأنثوي للبنات عبر العالم, وكانت في الأول موجهة الشرق الأوسط ولكن هاد العام غيديروا استثناء وغادي يمشيو يتوجهوا للمغرب, ولكن انا باقا دابا لحد الان باقا كنفكر. انا ماشي خايفه لان بيان سور انايا بنت بسيطه بنت عامل بسيط فواحد المدينه اللي بسيطه ما معروفاش. دونك من يعني غادي يجيني واحد لوفر اللي قد هكا خاصها تفكير. انا ماشي خايفه مي انا خصني نفكر. كنطمح يجيني شي عرض نقرا ميديسين برا, يعني يكون نيشان هما يجوا عندي يقولوا انا عارفه دابا الناس تقريبا كاملين عارفين انني انا باغي ندير ميديسين. هذا سانو باش با انني غادي ندوز لي زوتر كونكور هو انني غنخلي لي زيكول ديال انجينيوري ليكونومي انفورماتيك اي تو, مي انا كنميل للميديسين. انا ما كرهتش يجيني شي ايكول ساعات ليا من فرنسا علاش لا ونمشي نقرا ميديسين تما. المغرب فيه خاصه في هذا الميدان الطبي في القطاع ديال الصحه, وان شاء الله نبغي واخا غير انا وحده راه نقطه كيحمل الواد, واخا انا غادي نلبي واحد الخصاص واحد اخر واحد اخر واحد النهار ما غاديش يبقى مشكل في الصحه هنا في المغرب. كاينين المنابر اللي انا كنعاتبهم بلا ما نذكر الاسماء اللي لحد الان ما توصلت حتى شي اتصال منهم وما مهتموش بيا. انا ما عرفتش شنو هو التفسير, واش لانني فقيره, واش لانني كنسكن في منطقه اللي نائيه واللي هي ما معروفاش. انا ما غنطعنش في التعليم الخصوصي. التعليم الخصوصي كيعطي من ان انسيمون دو بون كاليتي, انا ما كنطعنش فيه. دوك الناس هما كيديروا الواجب ديالهم. كاين الناس كاين دي جيني دي ميدسان دي انجينيور كيخرجوا من هاد المدارس هادو, مي انا بغيت من خلال هاد النجاح هذا ديالي بغيت نرد الاعتبار للمدارس العموميه. المدارس العموميه باقا تنتج, باقا غادي تنتج, باقا كتنجب نبغاء دي جيني, لان كنسمع بان المعدلات كيهبطوا بان الناس كيتمحنوا فيها بان ما كاينش انسينيمون مزيان. التلاميذ ما كيكونوش مؤهلين ولا ما تيكونش عندهم دي كومبيتونس. لا انا كنعرف ناس اللي كيجيو من قرى بعيده كاع وكيجيو كيقراو وجابو تما دو تري بون نوت هنا في الليسي ديالي الليسي الداخله العمومي. انا ما غنتوجهش للفتاه, الفتاه غادي تكون عندها رغبه, انا غنتوجه لوالديها. سي فري كاين الناس اللي ما قارينش, ولكن كنظن ان الوعي اهم من الثقافه. يقدر يكون واحد مثقف ولكن ما واعيش, كاين الناس اللي ما مثقفينش وواعين. انا الحمد لله الاباء ديالي واخا ماشي ان سون با دي ميدسان دي انجينيور ما هما مخدامينش في التعليم. الوالده ديالي ربت بيت, الوالد ديالي عامل وسط في احدى شركات الوساطه, هما سي فري ما وصلش انيفو اللي هو عالي, مي الحمد لله كان عندهم وعي ثقه في القدرات ديالي وامنوا بالقدرات ديالي ودعموني ماديا ونفسيا ومعنويا. انا كنتوجه للاسر المغربيه خاصه اللي بسيطه اللي تقليديه اللي حاطين في بالهم هذيك الصوره ديال ان البنت الوسط ديالها حدا راجلها, البنت خصها تزوج. لا تنقول هنا كاين اغتصاب للفتاه المغربيه, اغتصاب للطفوله ديالها. عطيو لبناتكم الفرصه بانهم يقراو, عطيوهم يفرغوا الطاقه ديالهم ويفجروها. علاش لا, ربما غادي يخرج منهم ان شاء الله طبيبات ومهندسات ومعلمات مربيات اجيال الغد يتشقوا فيهم, وكل حاجه غتجي في وقتها. الزواج غيجي في وقته, المنزل غيجي في وقته, كل حاجه غتجي في وقتها.
انا واخا غادي الا قريت الا جاتني فرصه قريت برا انا هذا ما كاينش اني غنسى بلادي غادي نرجع ان شاء الله كي اللي غادي يقول هذه غير هضره راه من بعد غتنسى بلادها لا انا عندي مبادئ والمبادئ ما تيتبدلوش انا حاطه مبادئ قدامي وهاد المبادئ ان شاء الله ما غاديش تتبدلوا انا واخا نقرا برا غادي نرجع للمغرب ان شاء الله انا ديجا سلطانه كنت متبعاها يعني من ديما كتعجبني كنتبع الاخبار ديالها سورتو انها كتهتم بالمراه المغربيه المراه المغربيه اللي كتبع ستاتيو ديالها دونك هذا راه شرف المراه المغربيه و سي تان فابور بوغ ال و كنشكرهم حق الجو عندي لهنايا وكنقول لهم شكرا بزاف لانكم اهتميتوا بيا وضربتوا هاد يعني قطعتوا هاد المسافه كامله باش تجوا عندي وكنقول للناس كلهم يتبعوا سلطانه وكلنا سلطانه سلطانه اللي كتهتم بالمراه المغربيه وشكرا.